أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأنا راوية القاسم وهذه العربية 360 الخبر من كل زوايا ومن جميع جوانبه. عقوبات أمريكية على شرطة الأخلاق ردا على مقتل مهسا أميني، والنظام يتجه للحشد المضاد في الشارع. Peace is not a compromise. It is the most courageous decision we can make. لأول مرة منذ سنوات رئيس وزراء إسرائيل يؤكد دعمه لإقامة دولة فلسطينية. روسيا تؤكد تجنيد 10,000 شخص في اليوم الأول من التعبئة الجزئية وتعيد التلويح بالسلاح النووي. وتتابعون معنا الليلة أيضا، الاتحاد الأوروبي في انتظار غريم جديد، جورجيا ميلوني زعيمة اليمين الأقرب لمنصب رئاسة الحكومة الإيطالية. في إيران لا يزال الشارع مشتعلا بسبب قتل مهسا أميني، وخارج إيران أيضا غضب سياسي. واشنطن قررت فرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية ومسؤولين آخرين بسبب استخدام العنف ضد النساء ودورهم في قتل الشابة مهسا أميني. وقالت الخزانة الأمريكية إن هذه العقوبات تشمل قائد القوات البرية بالحرس الثوري ورئيس شرطة الأخلاق ووزير المخابرات. ووزيرة الخزانة جانيت يالين أكدت أن مهسا أميني كانت امرأة شجاعة ويشكل موتها على يد شرطة الأخلاق عملا وحشيا إضافيا من النظام الإيراني ضد شعبه. وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت أن إيران تتعرض للإنسانية بشكل عام عند مهاجمة النساء وقمع التظاهرات داخل طهران. Wenn Frauen sicher sind, dann sind alle in einer Gesellschaft sicher. Aber wenn Frauen nicht sicher sind, dann ist keine Gesellschaft auf dieser Welt sicher. Und deswegen ist der brutale Angriff auf die mutigen Frauen im Iran eben auch ein Angriff auf die Menschheit. Er macht deutlich, dass wenn man Frauenrechte mit Füßen trägt, dass man, wenn man keine andere Waffe hat, als mit Gewalt darauf einzuschlagen, dass das die schwächste Art und Weise ist von verantwortungsvoller Politik. إذن غليان الشارع الإيراني إلى ازدياد في سادس أيام المظاهرات التي خرجت احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة. مظاهرات متواصلة وسط التضارب في الإحصاءات حول أعداد الذين سقطوا في صفوف المتظاهرين أو القوى الأمنية. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن منظمة حقوقية قولها إن عدد القتلى وصل إلى 31 شخصا، فيما الرقم انخفض إلى قرابة النصف وفق الإفادة الرسمية عندما أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 17 شخصا في المظاهرات، بينهم 5 من رجال الأمن. استمرار المظاهرات والمواجهات تستمر عمليات مهاجمة المراكز الأمنية، وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن النيران في مركزين ومركبات للشرطة اليوم. السلطات توعدت المحتجين، فقد هدد مندوب مرشد إيران عبر صحيفة كيهان بإنزال من أسماهم بالثوار إلى الشوارع لمواجهة المحتجين في محاولة لخلط أوراق الاحتجاجات، فيما بثت وكالة مهر للأنباء مقطعا مصورا لوحدة خاصة من النساء للسيطرة على الاحتجاجات كما نرى في أول مهمة رسمية للوحدة ضمن القوات الخاصة الإيرانية. بدوره طالب الحرس الثوري الإيراني السلطة القضائية بملاحقة من ينشرون أخبارا كاذبة عبر تحديد من أسماهم الحرس بناشري الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع والتعامل معهم بكل حزمة.
في محاولة للتعتيم على ما يجري في إيران، يستمر اليوم الانقطاع الواسع النطاق لخدمات تطبيقي إنستغرام وواتساب اللذين يستخدمهما المتظاهرون لمشاركة المعلومات حول حملة الحكومة المستمرة على المحتجين. وبينما لا تلوح في الأفق مؤشرات على تراجع حدة الاحتجاجات، قيدت السلطات أيضا بشكل كبير الوصول إلى الإنترنت وفقا لمرصد نت بلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت. إذن مواجهات عنيفة الآن حسب ما نشاهد بالخبر العاجل في شوارع تبريز بإيران حسب ما نقل ناشطين. نتابع، منذ سنوات تعاني إيران من أزمة اقتصادية وصلت أوجها بعدما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات شديدة على إيران. الأثر الأكبر جاء على المواطنين الذين يعانون من البطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية والارتفاع الكبير لأسعار السلع حتى الأساسية منها. الاحتجاجات الجارية حاليا تبدو مختلفة عن جولات احتجاجات سابقة والتي كانت تندلع بسبب قضايا معيشية ومع ترنح الاقتصاد الإيراني. على سبيل المثال، بعدما رفعت الحكومة بشكل مفاجئ أسعار البنزين عام 2019، عمت المظاهرات إيران إلى حشد جماهير الطبقة العاملة في المدن الصغيرة، ويرى مراقبون أن حكام إيران يخشون تكرار احتجاجات الوقود والتي كانت الأكثر دموية وأدت حينها بحسب رويترز لمقتل 1500 قتيل. إذن مشاهدينا، نتابع معكم هذه الصور منذ قليل لحرق صور للمرشد الإيراني من قبل المواطنين الإيرانيين في العاصمة طهران قبل قليل. إذن هذه الصور تأتي طبعا بإطار الاحتجاجات المندلعة في عدة مدن إيرانية بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بسبب، حسب ما قالوا، عدم التزامها بقانون الحجاب داخل إيران. إذن ومنذ قليل نقلنا عن اندلاع مواجهات عنيفة في مدينة تبريز الإيرانية. إذن صدى احتجاجات الداخل الإيراني تردد في أرجاء العالم فعد عن تصريحات القادة الداعمين للمتظاهرين. خرجت في عدة مدن تظاهرات أمام الممثليات الإيرانية وأخرى في الساحات العامة والميادين في أوروبا وكندا. ونتابع وإياكم مع المزيد من صور التظاهرات المندلعة في شوارع إيران هذه الأيام وتحديدا من العاصمة الإيرانية طهران. نشاهد هذه الصور الليلية التي تصلنا بعدما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية اليوم النار في مركزين ومركبات للشرطة في وقت سابق من اليوم، مع تواصل هذه التظاهرات إذن لليوم السادس على التوالي. المخاوف الآن والأعين تتجه إلى يوم غد راوية، لأنه هناك الكثير من الموالين للحكومة الذين دعوا
وقالوا إنهم سينزلون الجمعة إلى الشوارع، وبالتالي يمكن أن نكون أمام شارع مقابل شارع، وهذا ما سيزيد ربما من حدة الأمور على الأرض. طبعا نتابع مثل ما ذكرت هذه الصور من قليل لحرق وهنا فوضى في الشوارع الإيرانية من قبل المحتجين وقوات الأمن في طهران واشتباكات تحصل. طبعا نذكر طاهر بأنه كان هناك تضييق على الناس على الشعب الإيراني من خلال قطع الإنترنت من قبل السلطات الإيرانية. صور إضافية نشاهدها الآن، صور صحيح. ليلية أيضا للمزيد من التظاهرات من الإيرانيين المعارضين بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق. نتابع ما لدينا. حالة الترقب والحذر في إسرائيل والمنطقة وصلت إلى منتهاها بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. لابيد أعلن تأييد إسرائيل لحل الدولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية، وأكد أن إسرائيل لن تفعل أي شيء من شأنه تعريض أمنها للخطر، كما شدد على أن الانفصال عن الفلسطينيين يجب أن يكون جزءا من الرؤية السياسية على أساس مفهوم القوة بحسب قوله. Peace is not a compromise. السلام ليس تنازلا ولا ضعفا. إن كان هناك ضمان لأمن إسرائيل فلا مانع من إقامة دولة فلسطينية. حل الدولتين هو الشيء الصحيح بالنسبة لإسرائيل، وشرط إقامة دولة فلسطينية هو أن تكون سلمية وألا تكون مصدر تهديد لإسرائيل وأمنها. غالبية الإسرائيليين تؤيد حل الدولتين. خيار حل الدولتين كان أبرز عنوان في وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة مع الجدل الواسع الذي رافق خطاب لابيد، خطاب لقي سخطاً وانتقاداً من وزراء وأحزاب معارضة حتى قبل إلقائه. رئيس الوزراء نفتالي بنت المناوب هو ولابيد هاجم الخطاب وقال إنه لا يوجد مكان أو منطق لإعادة الحديث عن فكرة دولة فلسطينية. ونقلت يديعوت أحرونوت عن بنت قوله إنه لا مكان لدولة أخرى بين البحر والأردن، وأن الشعارات الجوفاء كحل الدولتين مكانها الطبيعي في تسعينات القرن الماضي على حد قوله. بدورها هاجمت وزيرة الداخلية أي ليت شاكيد الحكومة، وقالت إن رئيس الحكومة الانتقالية لا تملك شرعية، بل لا يملك شرعية لربط إسرائيل بتصريحات ستلحق الضرر بالدولة. واعتبرت أن لابيد يمثل نفسه فقط في هذا الخطاب وليس الحكومة. من جانبه وكما هو متوقع هاجم حزب الليكود رئيس الوزراء في بيان عبر تويتر. قال الليكود إن لابيد شكل أول حكومة إسرائيلية فلسطينية وأنه يريد الآن إقامة دولة فلسطينية على حدود إسرائيل. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو تمكن على مدى سنوات من إخراج القضية الفلسطينية من الأجندة العالمية، بينما أعادها لابيد رئيس السلطة الفلسطينية إلى الواجهة في أقل، يعني هو ورئيس السلطة الفلسطينية إلى الواجهة في أقل من عام بحسب ما جاء في البيان. ويأتي خطاب لابيد في خضم حملة انتخابية لإجراء انتخابات برلمانية مطلع نوفمبر المقبل التي ستكون الانتخابات الخامسة خلال أقل من 4 سنوات. ينضم إلينا من القاهرة دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط، أهلا بك معنا دكتور. هل الموضوع انتخابي داخلي باعتقادك؟ لأنه يعني ياما سمعنا عن حل الدولتين، ومن ثم نسمع عن مشكلة من هنا، عن هذا غير مسموح، هذا غير معقول، هذا لا يمكن، هذا لا يعقل، هاي بتقطع وهي ما بتقطع.
هل هذا المرة أيضا الموضوع انتخابي فقط؟ يعني أنا أعتقد أن التصريح هام للغاية بدليل أن هناك عاصفة من الانتقادات خاصة من اليمين وتحديدا من الليكود وبنيامين نتنياهو. لكن أريد أن أذكر أيضا بأن نتنياهو نفسه كانت له تصريحات محاضرة كاملة في جامعة بر إيلان في 2009 وتحديدا في 16/4/2009 قال فيها كلام يكاد يكون متطابق تماما مع ما قاله لابيد، لكن الأمور تغيرت كثيرا. التصريح هام لكنه يبقى تصريحا بلا مضمون نتيجة مسائل عديدة منها التوازن داخل إسرائيل نفسها، فهناك غلبة لليمين وهناك احتمالات كبيرة الآن إلى أن يفوز اليمين في الانتخابات القادمة، 5 أسابيع تفصلنا عن الانتخابات. الخطاب في تحديدا ما قاله لابيد له مسألتين الحقيقة، رسالتين موجهتين. رسالة لأن يتماهى مع الولايات المتحدة ومع أغلب الذين تحدثوا عن حل الدولتين، هو يريد أن لا يكون مختلفا عن الولايات المتحدة التي يحتاجها بشدة في هذه الأيام، سواء في معركته الداخلية أو في معركته مع ما يسمى بالعودة لاتفاق النووي إيران. لكن الجزء الأساسي هو صحيح موجود في نيويورك، لكن قلبه مع معركة عمره، إما أن يبقى رئيسا للوزراء أو يعود إلى مقاعد المعارضة مرة أخرى. الأمر يتعلق بالانتخابات داخل ما يسمى بالوسط العربي، الفلسطينيين في إسرائيل. بالمناسبة الإحصائيات التي تصدر كل عام صدرت أمس وقالت أن الفلسطينيين أصبحوا 21% من المجتمع الإسرائيلي، أي أن كل 5 في إسرائيل في واحد منهم فلسطيني. ولكن ماذا دكتور هؤلاء سمير؟ يمكن نعم، ماذا عن الإسرائيليين ليس العرب، عن الإحصائية الهامة التي تتحدث عنها، الإسرائيليين هل سيقبلون بما يطرحه يائير لابيد الذي يريد ربما فقط أن يكون قريبا من مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأبرز له؟ أنا أشرت إلى موقفه من الولايات المتحدة، لكن داخليا كل استطلاعات الرأي حتى 5 أيام فقط كانت تشير إلى تعادل تقريبا بين الجبهتين، جبهة الليكود وجبهة الحكومة الحالية، بفارق صوت أو صوتين في كل طرف. حصلت حادثة خطيرة للغاية، أن العرب كما وأعيد مرة أخرى أن الخطاب موجه أساسا باتجاه العرب. العرب هناك قائمتين نزلوا الانتخابات السابقة، قائمة أخذت 4 أصوات وهي القائمة التي شاركت في الحكومة، وقائمة تسمى القائمة المشتركة تشكل من 3 أحزاب. أحد الأحزاب الـ3 فك ارتباطه بالقائمتين. كل استطلاعات الرأي تقول أن الوسط العربي لن يصوت بكثافة، لن تتجاوز نسبة التصويت 40% إلى 42%. هذا يعني أن الأصوات سوف تذهب إلى اليمين الإسرائيلي. هو يحاول ويغازل، وعندما تحدث عن الدولة الفلسطينية كان يعني ويوجه رسالته إلى الوسط العربي كي يرفع مستوى التصويت ويحصل تحصل القائمة المشتركة التي أبدت ميولا إلى أنها يمكن أن تشكل شبكة أمان لحكومة لابيد مرة أخرى لكي يمنع نتنياهو من العودة إلى السلطة مرة أخرى، ويغازل الوسط العربي لكن ويراعي التطورات الداخلية ليس فقط على الصعيد الانتخابي طبعاً، إنما أيضا على الصعيد الديموغرافي، يراعي التغيرات. يعني إذا وضعنا كلامك بهذا الإطار، إسرائيل وصلت إلى تلك القناعة التي كنا نسمع عنها من سنوات، وكانت تحذيرات عديدة من دراسات عديدة بأن الوضع الديموغرافي الداخلي لن يقبل باستمرار إسرائيل في الأساس، وأن الديموغرافيا إما أن تتحول إسرائيل إلى دولة واحدة لكل مواطنيها، أو تنفصل عن الفلسطينيين وتشكل دولة فلسطينية، تسمح بتشكيل دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. هذا هو المضمون، ما يعني ردود الفعل على خطابه. لكن لا أعتقد أن هناك إمكانية عملية. أبو مازن موجود في نيويورك الآن، الطريق الأقرب إلى تطبيق إذا كان جدا لابيد عليه أن يقابل أبو مازن في نيويورك، وهذا الطريق الأسهل. لماذا لم يقابله طوال الفترة اللي فاتت؟ جانتس ذهب إلى أبو مازن وأبو مازن التقى في بيته. لابيد امتنع عن لقاء أبو مازن. هو موجود في الأمم المتحدة، قابل الملك حسين، قابل الملك عبدالله ملك الأردن، وقابل أيضا رئيس التركي. أبو مازن موجودا في القاهرة، الرئيس الفلسطيني موجودا في نيويورك، الرئيس الفلسطيني تمام. كان أولى به أن يقابل الرئيس الفلسطيني إذا كان جدا
ويستطيع أن يعني يتقدم بهذا الاقتراح إلى الأمام. إن كان جديا وإن كانت ترقى إلى مبادرة تصريحاته وليست فقط يعني صحيح. مجرد حملة انتخابية للتغلب على نتنياهو. شكرا جزيلا لك. كما قلنا رسالة إلى من ناحية للتماهي مع الولايات المتحدة أو من ناحية لمغازلة العرب في إسرائيل وكسب أصوات حتى يمنع نتنياهو ويبقى في موقعه كرئيسا للوزراء ولا يعود إلى مقاعد المعارضة مرة أخرى. واضح جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. إذن دكتور سمير غطاس من القاهرة. ونتابع مشاهدينا صورا إضافية للاحتجاجات الليلية ونشاهد هنا إحراق لمركبة مركبة شرطة مكافحة الشغب الإيرانية. ننوه طاهر إلى أنه هناك استهداف واضح ومباشر لقوات الشرطة والأمن من قبل المواطنين على خلفية قتل الشابة مهسا أميني. ونشاهد أيضا هذه الصور كانت بالنهار للاحتجاجات المستمرة منذ 6 أيام إن كان بالعاصمة طهران أو غيرها من المدن الإيرانية. نستمع إلى الصوت الطبيعي قليلا. إذن هذه الصور التي تريدنا تباعا من التظاهرات الإيرانية المستمرة والقوية في الشوارع الإيرانية، إذن خاصة في العاصمة الإيرانية طهران. هناك حرق لمراكز شرطة لمركبات شرطة، ويعني هناك أعداد قتلى متزايدة، وبانتظار ما سيحصل غدا عندما ينزل الموالون للنظام والحكومة، خاصة بعد تهديدات الحرس الثوري التي أطلقها اليوم. طبعا نذكر طاهر بأنه هذه أكبر وأسوأ احتجاجات مرت على طهران منذ عام 2019، وهي تتركز بالمناطق التي يسكنها الأكراد. هكذا بدأت وامتدت إلى باقي المدن الإيرانية. تتابعون معنا في العربية 360 أيضا. الكرملين يصف تقارير هروب الروس من التجنيد بالمبالغة، والحدود الروسية مع دول الاتحاد الأوروبي تشهد ازدحاما شديدا. الأولوية لمجتمع صحي منذ عام 1949. الهوية الجديدة للرعاية الصحية. مجموعة المانع الطبية. أنماط معمارية محلية وعربية أصيلة وسحيقة، ونجد نفس التكرار وهو الأقدم على وجه الأرض في مدافن ثقب المفتاح في خيبر. هنا نجد وردة تسمى وردة اللوتس أو زهرة اللوتس المصرية، لكنها محلية. هذا الباب الذي تدخله منتصباً للاستخدام اليومي، إنهما تمثال أبو الهول. على خطى العرب، الجمعة 2:30 على شاشة العربية. جرس الإغلاق في هذه الأوقات على الشاشة العربية. أهلا بكم من جديد. 10,000 شخص وصلوا إلى مراكز التطوع العسكري في روسيا بعد يوم من إعلان التعبئة الجزئية. الحديث للمتحدث العسكري للجيش الروسي الذي أكد أن هؤلاء المجندين وصلوا من تلقاء أنفسهم دون انتظار استدعاء على حد وصفه. لكن للرواية جانب آخر، حيث تؤكد رويترز أن عددا كبيرا من المعتقلين في احتجاجات الأمس ضد التعبئة الجزئية تم نقلهم إلى مكاتب التجنيد لإرسالهم إلى أوكرانيا.
بعد 7 أشهر من الحرب الروسية على أوكرانيا، يبدو أن حل الأزمة أصبح أبعد من أي وقت مضى، وباتت أصداؤها أكثر خطورة. الخيارات تقل والحديث يأخذ منحا نوويا. أعلن الرئيس الروسي أمس تعبئة جزئية وحذر من اختبار صبره نوويا. الأولى رسالة وجهها للداخل بالاستعداد للأسوأ، والثانية للغرب وحلف شمال الأطلسي تحديدا. لكن رسالة بوتين للداخل لم تلقى استحسانا على ما يبدو. عفوا، تحدثنا بالأمس بالعربية 360 عن نفاد تذاكر الطيران نحو الدول التي تستقبل الروس دون تأشيرة، هربا من استدعاء لحرب لا يرونها مناسبة. ليس الهروب جوا فقط، بل بأي وسيلة متاحة، مع إعلان حرس الحدود الفنلندي اليوم أن حركة المرور الوافدة إلى الحدود الشرقية مع روسيا تزايدت خلال الليلة. العدد زاد بوضوح، 4824 روسيا وصلوا إلى فنلندا عبر الحدود الشرقية أمس فقط، مقارنة مع 3133 خلال الأسبوع الماضي كاملا. لكن في الجارة النرويج يبدو الوضع طبيعيا بحسب ما قال مسؤول أمني لوكالة رويترز، فلم يطرأ تغيير على عدد الروس الذين يعبرون إلى الدولة الأسكندنافية. الألمانيا قالت إنها مستعدة لاستقبال الفارين من الجيش الروسي، حيث أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الفارين المهددين بالقمع يمكنهم الحصول على حماية دولية في ألمانيا. لكن في النهاية تبقى للكرملين روايته. ديمتري بيسكوف: المعلومات حول ازدحام المطارات وما إلى ذلك مبالغ فيه، هناك الكثير من المعلومات المزيفة حول الموضوع. نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد بشأن هذا الأمر حتى لا نصبح ضحية لمعلومات كاذبة. بدأت العملية الخاصة في تحقيق الأهداف في أوكرانيا. نحن الآن نواجه بحكم الأمر الواقع كتلة الناتو بكل قدراتها اللوجستية، وقد أدى ذلك إلى هذه الخطوة الضرورية للتعبئة. لم تمر على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعبئة الجزئية للجنود في البلاد دقائق، وحتى تهافت المواطنون الروس على شراء تذاكر الطيران التي سجلت أرقاما قياسية في أسعارها، لتنفذ جميعها على مواقع شركات الطيران والسياحية. خيارات محدودة في وجهات السفر أمام المواطن الروسي بعد تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة إلى أوروبا تقتصر على دول الجوار مثل أرمينيا وجورجيا وبيلاروسيا والدول الصديقة لروسيا. في العصر الحديث من غير الممكن إغلاق الحدود أو منع الشباب من المغادرة، ولكن من خلال قراءتنا للتاريخ ودراستنا للأخطاء السابقة يمكننا أن نفهم أنه لا يمكن إغلاق الحدود. ممكن لأشخاص محددين، أي للرجال. نعم ممكن. على الرغم من تأكيدات المؤسسات الروسية للطيران على عدم فرض قيود على الشباب الروسي لمغادرة أراضي البلاد، إلا أن الكرملين وعلى لسان متحدثه الرسمي ديمتري بيسكوف رفض التعليق على إمكانية إغلاق الحدود أمام الخاضعين للتعبئة الجزئية. كاتيا طعمي، العربية، موسكو. لكن ماذا عن رسالة الخارج؟ كان يمني رجل روسيا القوي النفس بشق صفوف الغرب ووقفته الموحدة مع أوكرانيا، تارة بسلاح الطاقة والاقتصاد وتارة بالتهديد النووي، لكن لم يحصل هذا ولا ذاك. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد ضرورة إفشال رهان بوتين بضرورة التمسك بالخط الحالي بمواجهة الابتزاز الذي يمارسه الرئيس الروسي على حد وصفه. ماكرون يعتبر حديث نظيره الروسي وسيلة ضغط، وقال إن فرنسا قوة نووية عقلانية ولن تخوض في افتراضات استخدام النووي. أما دول مجموعة السبع فدانت التصعيد الروسي وتوعدت بفرض عقوبات جديدة محددة الأهداف، وستواصل الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا، بالطبع دون أن نتجاهل تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن لبوتين من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولو أن الإدارة الأمريكية تبدو كأنها لا تعرف كيف تتصرف أو ترد وفق صحيفة الواشنطن بوست، لكن لماذا يشعر العالم بالقلق من الأسلحة النووية الروسية التكتيكية أو حتى الاستراتيجية؟ باختصار لأن روسيا مسلحة نوويا حتى النخاع. فما هي تلك الأسلحة؟ نتعرف عليها معك يا طاهر. شكرا راوية. يقول العديد من المحللين إن المعادلات في زمن الحرب حول مخاطر استخدام الأعمال النووية تعقدت بسبب الرؤوس الحربية التكتيكية التي خزنتها روسيا،
فقد تم تصميم هذه الأسلحة النووية الأصغر حجما وهي أقل قوة بكثير من تلك التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين خلال الحرب العالمية الثانية لاستخدامها في ساحة المعركة. يحذر العديد من الخبراء من التقليل من أهمية أسلحة الدمار الشامل في هذه الحرب التي يمكن أن تتسبب في إصابات واسعة النطاق من الإشعاع وحده ولا يمكن احتواؤها بشكل ضيق، كما يخشى بعض الخبراء من أن الحجم الأصغر للأسلحة يمكن أن يكسر المحرمات النووية. تنقل صحيفة واشنطن بوست عن آدم ماونت مدير مشروع الدفاع في الاتحاد في اتحاد العلماء الأمريكيين قوله إن الأسلحة النووية هي أدوات للضعفاء، سلاح الضعفاء أو سلاح الأقوياء لا فرق في كارثة استخدامه إن حصلت. لكن لنتعرف معا على أبرز نقاط الاختلاف بين النووي التكتيكي والنووي الاستراتيجي. للرؤوس الحربية الاستراتيجية مردود هائل قادر على تسوية مدينة كبرى بالأرض، أما الرؤوس الحربية غير الاستراتيجية أو التي تعرف بالتكتيكية فهي أصغر حجما رغم أنها لا تزال قادرة على إلحاق قدر كبير من الموت من الدمار. يمكن الاختلاف الرئيس بل يكمن في كيفية استخدامها. صمم السلاح الاستراتيجي ليضرب بقوة مدمرة كجزء من استراتيجية كبرى في زمن الحرب. كان هذا هو الخوف النووي التقليدي في واشنطن وموسكو، لكن الأسلحة النووية التكتيكية نظريا على الأقل مصممة لاستخدامها كجزء من خطة ساحة المعركة. هذا لا يعني أنها ضيقة التأثير في الواقع، بعض أنواعها له مردود متغير ما يسمح بمعايرة قوتها التفجيرية بحسب الهدف. استثمرت دول عدة منها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق بكثافة في الأسلحة التكتيكية خلال الحرب الباردة. كشف تقرير صدر في فبراير الماضي عن اتحاد العلماء الأمريكيين أن لدى روسيا مخزونا إجماليا يبلغ حوالي 4477 رأسا نوويا، منها حوالي 1588 رأسا حربية واستراتيجية في الوقت نفسه، منها أيضا 977 في المخازن لكنها جاهزة للاستخدام. التقرير يشير إلى أن لدى روسيا ما يقرب من 1912 رأسا حربيا أو 12 رأسا حربيا غير استراتيجية موجودة في التخزين المركزي. تم اعتبار 1500 رأس حربي إضافي متقاعدا لكنها لا تزال سليمة إلى حد كبير. في المقابل نشرت الولايات المتحدة 1644 سلاحا نوويا استراتيجيا بالإضافة إلى 100 سلاح تكتيكي منتشر في أوروبا، كما أن لديها 984 رأسا حربية إضافية في المخازن منها 130 رأسا تكتيكيا. أوجد بوتين خلال السنوات الأخيرة ما أصبح يعرف بعقيدة التصعيد لنزع التصعيد. يقول ماونت مدير مشروع الدفاع في اتحاد العلماء الأمريكيين إن ضعف أنظمة الأسلحة التقليدية الروسية قد يفسر الاعتماد المحتمل على التهديدات النووية. لكن الحديث عن النووي روسيا ليس جديدا. لو عدنا للوراء تحديدا إلى 27 من فبراير، أي بعد أيام قليلة فقط من إعلان الحرب على أوكرانيا، حينها أعلن وضع قوة الردع النووي الروسية في حالة تأهب. تحدثنا كثيرا عن ذلك وعن الانتقادات التي تعرضت لها روسيا. كما عرضت روسيا أيضا تقنية صاروخية جديدة خلال حربها، صاروخ باليستي يطلق من الجو يسمى كينجال، يمكنه التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت، وصاروخ كروز بعيد المدى المسمى بكاليبر. كلا الصاروخين مزدوجا القدرة، يعني أنهما يمكن أن يحملا سلاحا تقليديا أو رأسا نوويا، وهي مشكلة كبيرة للجيوش الغربية لأنها قد لا تعرف أنها ضربة نووية حتى تنفجر إحدى هذه الضربات. يقول ماونت
تظل الحقيقة أن الاستخدام النووي لن يساعد بوتين في كسب الحرب أو يتسبب في تخلي واشنطن عن كييف. لكن ليس من الواضح كيف سترد الولايات المتحدة إذا فجرت روسيا سلاحا نوويا تكتيكيا. أوكرانيا ليست حليفا في الناتو، يعني ليست عضوا في الناتو كما نعرف، وليست ملزمة، أي واشنطن ليست ملزمة بموجب أي معاهدة لحمايتها. لكن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا عن مدى جدية التعامل مع مثل هذه الحالة تحديدا. تنقل صحيفة واشنطن بوست عن الجنرال جون هايتن قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية سابقا قوله: إذا استخدم سلاح نووي غير استراتيجي أو تكتيكي فسترد الولايات المتحدة بشكل استراتيجي وليس تكتيكيا، لأنهم حينها أي الروس سيكونون قد تجاوزوا الخط الأحمر لم يتم تجاوزه منذ عام 45. وينضم إلينا الدكتور فاضل أجنابي رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية سابقا، أهلا بك معنا الليلة دكتور فاضل. يعني ما سيناريوهات استخدام روسيا لسلاحها النووي في أوكرانيا؟ هناك السلاح التكتيكي وأيضا الاستراتيجي، متى ستلجأ إلى كلا النوعين؟ وبالمقابل هل سيكون الرد الغربي بالنووي أيضا أم ستكتفي بالعقوبات؟ تحياتي لكم وتحياتي للمشاهدين الكرام. الحقيقة أنه دائما هذا النووي يستعمل عادة للردع في إذا كان استراتيجيا أو تكتيكيا بطريقتين. طريقة طبعا أكو فارق بين التكتيكي والاستراتيجي. التكتيكي هو أنه القدرة الكمية الانفجار تعد دائما بالتي ان تي اقل كثير من الاستراتيجي التفجير الكامل بالحقيقة بالقدرة التفجيرية وايضا بالمسافات. ايضا التكتيكي حقيقة يحمل دائما بالسلاح النووي. هناك طريقة حملة الى المنطقة التي تريد تدميره خلال الصراع بهذا الطريقة، يحمل أما بالصواريخ أو بالطائرات أو أحيانا بالسلاح البحرية أيضا بهذا الطريقة. بالنسبة للتكتيكي يحمل هذا السلاح وهو أصغر بكثير من السلاح الاستراتيجي، يحمل بصواريخ عادية وأيضا بالطائرات المقاتلة العادية. أما السلاح الاستراتيجي حقيقة تختلف عن صورة وضعه. التهديد بالاثنين بغض النظر، والقضية الأخرى أيضا الاستراتيجي دائما يكون في المنطقة اللي أحيانا قائد المنطقة الموجودة له الصلاحية ممكن أن يستعمله. فالاستراتيجي لا يمكن أن يستعمل القائد الموجود، يستعمل إلا من رجل الدولة، قرار الدولة، لذلك الفارق الكبير حقيقة. مفهوم دكتور، بس تعتقد أنه بيستخدموا، يعني إذا ما تحدثنا عن القيادة ككل، هل وصلت إلى المرحلة التي يمكن لها أن تستخدم فيه سلاح نووي؟ لأن هذا يحتاج إلى الكثير من التقديرات، ليس فقط العسكرية في الميدان إنما أيضا السياسية. هل وصلت القيادة الروسية إلى هذا الحد؟ وكيف يمكن، الجزء الثاني من سؤال راوية قبل قليل، كيف يمكن أن تكون طبيعة الرد الأوروبي والأمريكي على ذلك النووي واستراتيجي حتى لو كان الروسي تكتيكيا؟ الطريقة الحقيقة أنه هاي سياسة حافة الهاوية دائما بين الدول تحدث في صراعات بهذا الطريقة. طريقة الاستعمال برأيي الشخصي أنه قضية استعمال الاثنين، إذا تستعمل التكتيكي بنفس الوقت كما الآن موجود الرد يكون من الدول الأخرى أكيد قد يكون مو تكتيكي باستعمال الاستراتيجي. ولذلك أنا أعتقد هذه تبقى العملية الأساسية، أنه لوي الأذرع إلى متى. القضية الأخرى الحقيقة أشك بها أنه استعمال
التكتيكي في الوقت الحاضر أو الاستراتيجي من قبل روسيا، أنه الصراع الآن ليس موجود على أرض روسيا. اثنين، أوكرانيا هي جزء من الناتو، من العفو من أوروبا، ولكن ليس هي من الناتو، يعني ماكو صراع. الصراع الآن فقط يدور، صحيح الناتو والولايات المتحدة تدفع بالأسلحة والمال لأوكرانيا، ولكن بنفس الوقت هو لم يشترك لحد الآن الناتو مباشرة بصراع مباشر مع الاتحاد السوفيتي، العفو روسيا. الروس أيضا كذلك لحد الآن هو صراع بيحدث في المنطقة الشرقية الذي مجمل كثير فيها حقيقة هي من الروس. القضية الأخرى أيضا يجب واحد يراها، أنه طريقة الآن أنه يريد الآن وضع بطريقة أخرى أن هناك انتخابات وأن تنضم هذه المنطقة الشرقية لروسيا. صحيح. قد يكون أيضا حالة ضغط لكي يضغط على الغرب لحل المشكلة بهذا الطريقة، لأن إذا انضمت هذه المنطقة الشرقية إلى روسيا فعندما يكون الصراع بينها وبين الناتو يكون مباشر. لحد الآن الأرض الروسية لم تدخل الصراع حقيقة، كل الصراع على أرض أوروبا وهي أوكرانيا. رد الأوروبا بهذه الطريقة متأكد لن يكون أحد من خلال الرد، إن كان من الولايات المتحدة ومن الدول الأخرى من الناتو، نعم، لن يكون هناك رابح بهذه الطريقة، سيكون كلهم خسرانين. التدمير الهائل الذي حقيقة تعمله الأعمال النووية أو السلاح النووي الاستراتيجي كبير جدا وهائل. طبيعي. حينما يبقي لا تستطيع. وأوروبا لا تزال تذكر على كل حال هول ما حصل في تشيرنوبيل كما اليابان وعدة دول أخرى. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة دكتور فاضل الجنابي رئيس هيئة الطاقة الذرية. أضيفك القضية الأخرى، حقيقة الفزع الآن لأوروبا بهذا الطريقة، لأن الأوروبيين أضاقوا مرارة تشيرنوبيل وكذلك اليابانيين الدول، ولذلك نشوف الفزع، هذا طريقة فزع في أوروبا لكي يستطيع أن يحصل عليه بوتين، ولذلك يضغط بهذه الطريقة الآن لأنه يعرف حجم المخاوف. شكرا جزيلا على هذه القراءة دكتور فاضل الجنابي، لنا لقاءات أخرى إن شاء الله بالتحليل فقط وليس عندما يحصل شيء مماثل مما ناقشنا. تحياتي إليك رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية سابقا. رفعت بريطانيا اليوم وبشكل رسمي القيود عن الحظر الذي وضعته في العام 2019 على استخراج الغاز الصخري. يأتي ذلك في وقت تبحث فيه سلطات أزمة الطاقة، أزمة طاقة غير مسبوقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى وقف الغاز الروسي إلى أوروبا. ويجري استخراج الغاز الصخري عن طريق تكسير الصخور تحت ضغط كبير باستخدام الماء ومواد كيماوية، وتم إيقافه في العام 2019 بعد تحذيرات بأن هذه العملية قد تتسبب بحدوث زلازل كبيرة، إلى جانب المعارضة من قبل سكان المناطق المعنية بسبب الأثر على البيئة وتلوث المياه والضجيج. وقد ربطت الحكومة القرار بالحصول على دعم السكان المحليين. يواصل حزب إخوة إيطاليا اليميني تصدر استطلاعات الرأي في الانتخابات المقرر عقدها في 25 من سبتمبر. وباتت زعيمة الحزب جورجيا ميلوني على مقربة من رئاسة الحكومة، الأمر الذي يثير قلقا في الاتحاد الأوروبي لسياساتها المناهضة لبروكسل. نتابع. تقترب مرشحة الحزب اليميني إخوة إيطاليا جورجيا ميلوني من الفوز بالانتخابات الوطنية الإيطالية المقرر عقدها في 25 من سبتمبر الجاري. جورجيا ميلوني التي ينتظر أن تصبح أول امرأة ترأس دفة البرلمان في إيطاليا ينتظرها مشهد سياسي لا يخلو من تحديات وعوائق. خبراء السياسة والاقتصاد يرون أن أول التحديات الهائلة أمام المرأة اليمينية ميلوني تبدأ بملفات داخلية كارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد، فضلاً عن الديون والقيود الاقتصادية التي تختنق بها إيطاليا وتحديات أخرى ناجمة عن سياستها المتناقضة للاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي الذي كان مشغولا على مدى السنوات الماضية بموضوعات مختلفة تشمل كيفية طهي الحشرات لم يفكر في دراسة استراتيجية جادة لوضع خطة جادة لأزمة إمدادات الطاقة. مرشحة الحكومة في إيطاليا جورجيا ميلوني ولدت في حي غارباتيلا الذي تقطنه الطبقة العامة في روما عام 1977. عام 2006 أصبحت أصغر نواب مجلس النواب الإيطالي. تترأس الحزب اليميني إخوة إيطاليا منذ أكثر من 8 سنوات. المرشحة الأوفر حظا بالفوز في الانتخابات البرلمانية الحالية في إيطاليا. وبالرغم من حضورها المشهد السياسي في إيطاليا إلا أن جورجيا ميلوني تواجه آراء معارضة لنهجها خاصة فيما يتعلق بفئة الشباب. أنا قلق للغاية خاصة بالنسبة للشباب لأنه في رأيي سيكون لديهم مستقبل سيء ما لم يتغير شيء بالرغم من أن هناك انتخابات وطنية أنا لست واثقا ولا يبدو أن حزب اليسار لديه نوايا حسنة على الأقل يحاول حزب اليمين إسماع صوته. أيام معدودة تفصل الإيطاليين عن موعد انتخاباتهم البرلمانية موعد سيحدد ما إذا كانت جورجيا ميلوني قادرة على تسجيل اسمها في السجل السياسي لإيطاليا. وفي العربية 360 أيضا حزن في مصر بعد وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان. العقوبات حقا على حياتك كفرد من رجال الأعمال والأغنياء الروسيين أولا. Sanctions do not implement Russia. It's a huge country and we are a very rich country. We have 20% of natural deposits. سأعود معك للصراع الغربي الروسي. Do not forget that Russia is a nuclear superpower. Then it could happen. The nuclear strike. This terrorist act, it was MI6. The target was the father. They changed their cars. هل تواصلت مع السيد ألكسندر دوغين بعد عملية الاغتيال هذه؟ البعد الآخر مع منتهى الرمحي. السبت 11:30 على شاشة العربية. هي أسلوب حياة للملايين. بشغفها وحماستها بسرعتها وجرأتها. من أهم دوريات كرة القدم العربية والعالمية إلى آخر أخبار المنافسات الرياضية حول العالم. تقارير من ميادين اللعب ومتابعة وتحليل لكل أخبار الرياضة وعشاقها. أخبار الرياضة في هذه الأوقات على شاشة العربية. أهلا بكم من جديد. توفي الممثل المصري هشام سليم بعد معاناة مع مرض السرطان. وقد شارك العشرات من الفنانين في الصلاة على الراحل الذي امتدت رحلته الفنية ما يقرب من 50 عاما. شارك فيها في العشرات من الأعمال السينمائية وأيضا التلفزيونية. علامات الحزن بدت واضحة على وجوه نجوم الفن المصري الذين جاءوا للصلاة على الفنان الراحل هشام سليم الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان. يعني ده فقد كبير وخسارة كبيرة للفن المصري. فنان يعني غاية في الاحترام وعلى خلق وغاية في التواضع. بقاء لله ربنا يرحمه هشام أخويا وحبيبي ورفيق عمر وكان زميلي في النقابة وخلوق وفنان عظيم ربنا يرحمه. هشام النجل الأصغر لأسطورة كرة القدم والنادي الأهلي صالح سليم دخل المجال الفني طفلا من خلال ظهوره مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم لينطلق في رحلة تمثيل متواصلة قاربت 5 عقود. كلاسيكيات سينمائية وتلفزيونية ومسرحية بدت محفورة في أذهان الجماهير.
عادل البدري في ليالي الحلمية، وحسني النعماني في أرابيسك، شارع محمد علي ويام هلبية يا ومحمود المصري. عشرات من الأدوار المميزة التي أداها الراحل خلال تلك الفترة. وفي السنوات الأخيرة شارك هشام سليم في عدد من الأعمال التي حظيت بنسب مشاهدة عالية، مثل هجمة مرتدة وكلبش. أنا اللي بحدد مين يعمل إيه وإمتى وفين وإزاي. وآخر ظهور له كضيف شرف في فيلم موسى. زملاء الراحل أجمعوا على تواضعه واحترامه لفنه ولزملائه. فقدنا فنان عظيم وإنسان محترم وصديق وأخ، ويعني كان شخص جميل قوي، الله يرحمه. ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله. ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله، ويغفر لكل الأموات واللي رحلوا. وكغيره من النجوم الراحلين، ستبقى الأعمال التي جسدها الفنان الراحل هشام سليم خالدة في ذكرى جمهوره المصري والعربي. أحمد عثمان، العربية، القاهرة. عزينا طبعا لعائلته ومحبيه. ونتابع في العربية 360، بحلول عام 2035 ستمنع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل من السير في شوارع الاتحاد الأوروبي. هو نفس التاريخ الذي استخدمته بريطانيا أيضا، وذلك للمساعدة في خفض الانبعاثات المضرة بالبيئة. لكن فورين بوليسي سألت سؤالا، ما هي التكلفة الحقيقية للسيارات الكهربائية؟ بحسب تقرير للمجلة، يكلف تصنيع هذه السيارات البراقة عديمة الصوت والانبعاثات الكثير من الأعمال القذرة بيئيا. الجزء الأكثر أهمية في السيارات الكهربائية هي البطارية، هي القلب المكون من معادن كالليثيوم والنحاس والنيكل والكوبالت، مواد بالتأكيد في حاجة للتعدين. تتطلب السيارة الكهربائية 3 أضعاف كمية النحاس التي تتطلبها السيارات التي تعمل بالبنزين. وإذا تحدثنا عن حافلة كهربائية فهي تحتاج إلى 16 ضعفا ما تحتاجه الحافلة التقليدية. نتحدث عن 16 ضعفا، إذن رقم مهول. هذه المعادن تخرج من مناجم تعمل في معظم أنحاء العالم بالفحم، أي أن عملية صناعة السيارات الكهربائية أكثر تكلفة بيئيا بكثير من السيارات التقليدية. النيكل معدن آخر مهم، وتعد إندونيسيا من الدول الغنية بهذا المعدن، إلا أنها حظرت تصديره في صورته الخام لتلجأ شركة تسينغشان الصينية لافتتاح مصنع ضخم للنيكل يعمل بالفحم، وذلك تلبية أو لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية النظيفة. تشير البيانات إلى أن تصنيع النيكل في إندونيسيا يتسبب في بصمة بيئية أكثر من 3 أضعاف من انبعاثات الكربون في بلدان أخرى ككندا كأستراليا. بحسب رويترز، يجب أن تتم قيادة سيارة تسلا الكهربائية لمسافة 22,000 كيلومتر لتبدأ في أن تتسبب بأضرار بيئية أقل من السيارة الشهيرة تويوتا كورولا. هذا نحو عام من القيادة بحساب آخر. شكرا لمحمد. نذكر بالأخبار العاجلة قبل قليل عن ناشطين إيرانيين كروا وفر بين الأمن ومحتجين في شوارع سنندج عاصمة كردستان إيران، واشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في طهران. صحيح، تأتي طبعا هذه الاحتجاجات بإطار يعني احتجاجهم على مقتل الشابة مهسا أميني لليوم 6 على التوالي. نذكر أيضا بأن هناك مواجهات بشوارع تبريز مثل ما ذكرت، وبأن الاستخبارات ترسل رسائل تهديد للمواطنين وتحذرهم من الاحتجاج، هذا حسب ما ينقل ناشطين إيرانيين.